السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا على الف خير. عفاكم بيننا نوصل لكم واحد الميساج بانه كاين اهمال تام بين في المستشفى ديال محمد السادس في مدينه مراكش. اول حاجه اليوم هزينا الاخت ديالي ايرجونس على اساس انها دير دوك لي ريم اللي طلبوا ليها، حيت ديجا طلبوا ليها 9000 درهم وقبل تجمعوا ليها المحسنين هذا المبلغ هذا، وديناها جينا باش دير هاد لي ريم وما قبلوش، قلنا لهم نخلصوكم سيغ بلاص وغادي تقوموا بالواجب ديالكم وما بغاوش. اذا كاين الاهمال، اهمال تام بالنسبه للاطباء. دخلنا لي زيرجونس ما تلاقينا حتى طبيب، وتلاقينا الاشكال ديال لي سيكوريتي راه تشنقوا معنا كاع حنايا، هضرنا معاهم كلمه ثانيه شنقوا على الزوج ديالي لدرجة أن واحد تلفظ بواحد الكلمة لا تربوية لا أخلاقية، بحكم أنه قال لي راه غنشدك غنصيفطك تمشي فين تربى. هذه من واحد الجانب. الجانب الثاني هو أن ملي خرجنا من لي زيرجونس حتى واحد ما تسوق لها، دينا لي زيرجونس أخرى عاوتاني فيما يخص أنهم يشوفوا داك النزيف اللي عندها. شافوا النزيف وموراها ما خرجنا السيدة بينا نديوها للدار سدوا علينا باش يخليونا نخرجوا. وملي تقدمت لنا هذه المساعده قالوا لك علاش خاصنا لاتوريزاسيون خاصنا خاصنا خاصنا. اذا السيد قال لك انا هذا حقي بحكم اني سيكوريتي في هذه السوسيتي هذه، خصني انا ما نسمحش في حقي. وي من طبيعه الحال الانسان السيده راه كانت نزف وراه شتي وجهها شاحب ما بقاش فيه حتى اللون ما بقاش فيه وما واكله والو، لا اله الا الله محمد رسول الله. لذا كنطلبوا المساعده من سيدنا الله ينصرو، حيت الاطباء ما داروا معنا حتى حل. لذلك انا التجأت لسيدنا كنطلبوا الله ينصرو الله يخليه لينا يقدم لنا هذه المساعده.